أبطال الشجعان وفراشات الجميلات، هيا نتعرف على النظافة العامة. كما اتفقنا من قبل، النظافة من الإيمان. النظافة العامة أن نجعل مدينتنا نظيفة، مكاننا نظيف. هيا يا صغاري نتعرف على النظافة العامة. طيب نزرعها نعيها بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها. بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا، وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. قيم 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 قيم. وأحاط بي الأشرار فأخرجت أقوى سلاح لدي. بو! ما هذا السلوك؟ لماذا تلقي بغلاف البسكويت على الأرض؟ أنتما غاضبان لأنني ألقيت غلافاً صغيراً؟ بل لأنك ألقيت بمهملات على الأرض. دورنا أن نحافظ على نظافة المدرسة. خلف تلك الشجرة توجد عشرات الأكياس التي رميت بها منذ زمن ولم ينتبه عامل النظافة لوجودها. أود أن أخبركم أن عامل النظافة الذي يعمل في المدرسة أصابته وعكة صحية ومنحناه إجازة اليوم، ولأنه من أهم الأشخاص الموجودين في المدرسة ودوره مهم جدا، فقد قررت أن أعطيكم فرصة لتساعدوه. ماذا؟ عمل رائع يا أولاد. أخبروني، هل شعرتم الآن بمدى أهمية نظافة المدرسة؟ نعم، وعرفنا أنه لا يمكن لنا أن نستغني عن جهود عامل النظافة التي تجعل حياتنا أفضل. رائع. أين سامي يا ترى؟ إنه يقوم بتصحيح أخطائه التي فعلها في الماضي. ليتني كنت أرمي القمامة في سلة المهملات أولا بأول. أنا المخطئ، أنا المخطئ. افتح الصوت يا جنجون. إذن نرمي القمامة في سلة المهملات. هل نرميها في الأرض يا جنى؟ لا لا لا. إذن من النظافة العامة ألا نرمي بالأغراض على الأرض، هذا فعل خطأ. أحسنتي في سلة المهملات، أحسنتي. غانم افتح الصوت يا بطلي. ها، هل هذا فعل صحيح أن نرسم على الجدار أم لا؟ لا. نرسم على ماذا؟ على لوحة بيضاء. إذن نرسم على لوحة بيضاء ولا نرسم على الجدار حتى نحافظ على نظافة المكان ويصبح شكله جميل. أجل يا غانم. هيا يا دندون، أشكرك حبيبي. أخبريني يا دانا، افتح الصوت صغيرتي. هل أقطف الزهور أم أسقيها وأجعلها تكبر؟
أسقيها. أحسنتي، إذن كي أحافظ على نظافة مدينتي وحديقتي جميلة، لا أقطف الزهور وأسقيها بالماء حتى تكبر ويصبح جميلة وتأخذ مننا الهواء الفاسد وتعطينا الهواء الجميل. أشكرك يا دانا. تفضل يا يامن. يامن، يامن هل أنت معي؟ افتح الصوت يا يامن. يامن، أيوة. أخبرني يا بطلي، هل ألقي بالقمامة في الطريق هكذا؟ إيه. لا، لا. المدينة كتلة من القمامة. أنا أحافظ على مدينتي وأساعد ونساعد بعضنا البعض في الحفاظ على جمال المدينة. نلقي القمامة أين يا يامن؟ في سلة المهملات. سلة المهملات. أنت يا المهملات. انظر هنا، عندما أذهب إلى الشاطئ، ياسين افتح الصوت، هل أترك مكاني غير نظيف يا ياسين؟ أترك بقايا الطعام والعصير وأجعل الشاطئ غير نظيف هكذا؟ لا. فالنظافة من الإيمان، ولا بد أن يكون المسلم نظيف ويترك المكان الذي يجلس فيه أنظف مما كان عليه. لذلك عندما أجلس في مكان أتركه أنظف مما كان عليه. اتفقنا يا ياسين؟ هيا نستمع يا أبطالي إلى هذا الفيديو. لا 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 لا. النظافة من الإيمان، فاحذر من عمل الشيطان. النظافة من الإيمان، فاحذر من عمل الشيطان. لا تؤذي الزرع ولا الحرث، وعمل خيرا يا إنسان، وعمل خيرا يا إنسان. لا 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 لا. واحذر من تلويث الماء وكذا من قتل الحيوان. واحذر من تلويث الماء وكذا من قتل الحيوان. إن لم تؤذي جوك أبدا فسيرضى عنك الرحمن، فسيرضى عنك الرحمن. لا 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 لا. من يعمل خيرا سيلاقي من عند الخلاق جنان. من يعمل خيرا سيلاقي من عند الخلاق جنان. فالمسلم لا يؤذي البيئة، وبهذا جاء القرآن. النظافة من الإيمان، فاحذر من عمل الشيطان. لا تؤذي الزرع ولا الحرث، وعمل خيرا يا إنسان، وعمل خيرا يا إنسان. لا 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 لا
أنا الخير ومني الخير، وأنا نور في الأكوان، وأنا نور في الأكوان. النظافة من الإيمان، فاحذر من عمل الشيطان. لا تؤذي الزرع ولا الحرث، وعمل خيرا يا إنسان، وعمل خيرا يا إنسان. أحسنتم الاستماع يا أبطالي. هيا من يلعب معي؟ دانا افتح الصوت يا دانا. هيا نبدأ مع دانا. اختاري رقم يا دندون من 1 إلى 9. 9. أجل صغيرتي، ماذا ظهر لنا؟ ها، هل نرمي القمامة هكذا يا دانا؟ لا لا لا. أحسنتي، تحية قوية لدندون. إذا ما هذا؟ رائعة صغيرتي، هيا اكتشف. أجل محمد، رائعة رائعة يا محمد. طيب غانم، هيا نكمل هذه اللعبة. أشكرك يا دانا. غانم افتح الصوت، اختر يا غانم، اختر رقم حبيبي من 1 إلى 8. 5. أجل، ما هذا يا بطلي؟ ها؟ يزرع النباتات ولا يقطفها، هل نقطف النباتات؟ لا لا. أحسنت، بارك الله فيك، أشكرك. جنجون افتح الصوت يا جنى، هيا صغيرتي اختاري رقم. افتح الصوت يا جنى. جنى أجل، هيا يا صغيرتي. ثمانية. رقم 8. أجل، ماذا ظهر يا جنى؟ زرع ملقى على الأرض، هل هذا صحيح؟ لا لا. أحسنتي، رائعة، أشكرك. نأخذ ياسين، افتح الصوت ياسين، اختر رقم يا ياسين، هيا حتى نكتشف ماذا بأسفل هذه القطعة. 1. أجل، ما هذا؟ إنها نباتات جميلة، هل المنظر جميل أم المنظر قبيح يا ياسين؟ جميل. أشكرك يا بطلي. مازن اختر رقم يا مازن. 4. يا بطل تختار الرقم 4 أم 6 أم 7 أم 2 أم 3، اختر رقم. 3. أجل حبيبي، ما هذا؟ أيضا منظر جميل للنباتات، وهي خلف الولد الصبي. إذا منظر جميل أم قبيح يا مازن؟ منظر جميل، أشكرك. مؤيد افتح الصوت، مؤيد، مؤيد افتح الصوت حبيبي. أي يا بطلي، ها ماذا تختار يا مؤيد؟ مؤيد اختر رقم حبيبي، 2 أم 4 أم 6 أم 7، هيا اختر. مؤيد هل تسمعني يا مؤيد؟ كل هذا مؤيد. طيب رقم ماذا؟ اختر رقم مؤيد. الرقم 7. طيب تفضل يا يامن، افتح الصوت يامن. ها هيا يا صغيري اختر رقم. 4. أجل، إنها الفتاة تسقي الزرع، هل هذا فعل صائب أم خطأ؟
فعل صائب إنها فتاة تسقي الزرع. فعل صائب يا بطلي. أشكرك مؤيد، أرجع لك مرة أخرى. يا الصوت مفتوح يا مؤيد، تفضل حبيبي. مفتاح ايه يا بطل، حط الرقم يا مؤيد. تفضل يا إبراهيم، اختر رقم. اثنان. ما شاء الله، منظر طبيعي. انظر إلى هذه النباتات التي خلف الأولاد. إذا هذا جميل أم غير جميل؟ جميل. أشكرك. هلا هلا، افتح الصوت، اختاري رقم. 6 أم 7؟ 6. إنه الولد الجميل يزرع النباتات. شكرك. من يتبقى لدينا؟ أنا. تفضل اختر الرقم. 7. أجل مؤيد، أخيرا. انظر، هذه النبتة تم الحفاظ عليها. هذا فعل صائب أم خطأ يا مؤيد؟ فعل صائب، أحسنت حبيبي، بارك الله فيك. إذن من النظافة العامة أن أحافظ على نظافة المكان الذي أجلس فيه، ونحافظ على أغراضنا ولا نكتب على الجدار. نكتب على ماذا؟ على الأوراق التي لدينا. اتفقنا؟ لأن النظافة من ماذا؟ نظافة من ماذا؟ افتحوا الصوت جميعا. النظافة من الإيمان. النظافة من ماذا؟ من الإيمان. هيا سويا، أريد صوت عالي جميعا. النظافة من الإيمان. هيا يا أصغر، هيا مازن، قولوا معي. النظافة من الإيمان. النظافة من الإيمان. لا، بصوت عالي يا أبطال. هيا إبراهيم. النظافة من الإيمان. النظافة من الإيمان. أحسن. النظافة من الإيمان. رائع، ما شاء الله. إلى هنا يا صغاري، أترككم في رعاية الله أمن وحفظه. وقبل أن أغلق، أوصيكم بماذا؟ أن أحافظ على نظافة منزلي، فالمنزل والغرفة أيضا من النظافة. اتفقنا؟ اتفقنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.